بحضور نخبة من نجوم الغناء الشعبي، تم الاحتفال بيوم اليتيم في أحد المدارس الكبرى لرسم البسمة على وجوه هؤلاء الأطفال، كما تم تكريم عدد من الفنانين. كاميرا أرب وود تواجدت بالحفل والتقت المكرمين. كلموني هنا في المدرسة وقالوا لي إن في أيتام، فطبعاً أنا في أي خير بجري، يعني أي حاجة للخير أنا بجري على طول يعني، فالحمد لله طبعاً ربنا كرمني وجيت. لا ده طبع فيا من زمان، طول عمري في كده، أجري في الخير دايماً. أنا بالطول والعرض بعيشها ومقضيها، وأي دفة نملة قفشها لو حتى جن خفيها. طبعا هي دعوه كريمه جدا من اداره المدرسه، وهو يوم بيتعمل في حب ابناء الوطن، وانا شايف ان الالفه الاجتماعيه دي بتعمل شكل من اشكال التواصل الطيب. اهم حاجه بقى البسمه الحقيقيه، اسعاد الاطفال، يحسوا ان المجتمع كله مهتم بيهم. والله انا سعيد جدا ومبسوط ان انا مشارك في الحفله انا وفرقتي الموسيقيه، ويا ريت اي حفله يوم يتيم انا موجود فيها اول واحد انا والفرقه بتاعتي. الحقيقه انا ببقى سعيد جدا ان انا احضر في اول جمعه من شهر ابريل لو يوم اليتيم العالمي، وخصوصا لما تبقى عاملاها مدرسه كبيره زي المدرسه اللي احنا فيها طيبه، وكوكبة من الفنانين، بنساند الأطفال، بنفرح معاهم، بنشاركهم. يمكن الفنان بيحس بنفسه قوي قوي، أو بيحس قد إيه هو مفيد أو غير مفيد في الأماكن اللي زي كده، يعني لما بتبقى جاي تعمل عمل خيري وتشوف السعادة والبسمة في وشوش الأطفال، وقد إيه أنت مصدر بهجة ليهم. الحقيقة الواحد بيبقى سعيد جداً.